De zondag om van zijn beste Allah, dat bleek. Dan weer die een bleek. Geef hem, ik ben een bleek. Wallahi. En dan nog get al een jacket, toen ik daar nog zat, ik heb dat. Dat is wallahi. Maar we gaan maar met je section. De gedoe, laat daar met section. Lama ma ul bleek, maar na heb je section. Allah, dat. Dan zie ik hoe daar aan een ido kent. فبعد الأبر ليم على الترنك ده اسمه ترنك وكل اللي كلامنا على الترنك اللمس دي في الامبريولوجي أضيفت لجسم الإنسان سواء لور أو أبر فهو عارف إيه كده فده اسمه أبدكشن أبدكشن يعني بعد لما يعمل كده اسمه أبدكشن يعني قرب قرب من مين؟ من هنا من الخياطة بتاعت الجاكيت اسمها روت أوف ذا ليمب روت يعني منبع أو أصل رجوع الشيء روتو زلم يعني مكان ما طلع طيب ما قرب وبعد من ايه؟ من الترنك يعني قرب بعد وقرب من جسمه كمان من الترنك خلاص؟ ففي كلمه اسمها ابدكشن وكلمه اسمها ابدكشن طيب لو انا عندي تو ستراكشر طبعين اهم اكس وواي الاكس اقرب للميديم بلين ولا الواي؟ الاكس والواي ابعد يبقى الاكس هي الميديال بالنسبة للميديم بلين والواي هي اللاترال كلمة لاترال يعني واحد حرفي يعني طرفين الميديم قريب فالميديم قريب من الميديم بلين طب وانا استفدت ايه؟ لو انا حطيت الاكس والواي هنا لو في شريان وريد يبقى الشريان بالنسبة للوريد ايه؟ ميديم ليه؟ لأن الوريد أبعد بالنسبة للميديم وهكذا فاحنا بنحط الترمز ديت عشان نعمل ايه؟ زي خريطه لجسم الانسان بحيث لما اجي اقول لك الاكسلري ارتري لو ميديال نيرف از كروسنج فروم ذا لاترال تو ميديال سايد تبقى فاهم يعني ايه من اللاترال للميديال سايد فاهم الكلمه مقصود ايه؟ فهمتوا ازاي؟ فهي دي اللي هي بعد كده لما تيجي تحط ابر لور ليها اكسبريشن كتير أبر ولور بالنسبة للجسم الأبر يعني ناحية راس لور يعني ناحية رجليه أبر دي ممكن سوبر ممكن سوبرا ممكن كرانيال يعني بريك لور ممكن انفيريور ممكن انفرا مفهوم ازاي؟ فكل ده يعني معناها ناحية ايه؟ مش ناحية القدم مش ناحية القدم ناحية المقعدة شيل اللور ليه من خالص الحتة اللي بعد عليها ده كودا اسمه لأن احنا ما لناش ديل احنا ما بدناش فهمتوا عمر عمر سقفنا خلاص لو انا جيت خدت
essa seixa andar no fogo, né? Aí essa menina não chega. Seixa andar, ele está com um vídeo aqui. أنا لسه قايلة قدامي في عمر واقف قلت ممكن أعمل كده، أنا مش هعمل كده، ده كورونا ده ما يهمنيش، أنا يهمني نمبر 1 الميديا خلاص؟ هنكتب في الكتابة بقى نمبر 1 ميديا، شوفوا إزاي الكتابة ميديا كليم يعني مقطع مش طيارة، عشان لو رحت فتحت في الخطب الدكشنري هيقول لك طياره مش عارف بالعلم. ميديم بلين يعني قطاع. يقول لك قطاع وسطي باللغه العربيه. هتبص تلاقي في كتاب كاتبه لك ساجدة، كاتب لك فيرتيكال، كل دي بتعني نفس الكلمه، احفظ حاجه واحده. ريح روح. ميديم بلين هو خط راسي طولي، وكلمه لونجيتيودينال جايه من لونج طويل في جسم الانسان. محدش هقول لك عرف لي الخط، افهمه. كان لونجيتيودينال كده، فهنكتب ده اتيز افيرتيكال، سوري اولا قبل افيرتيكال، ايماجينري. كلمة ايماجينري يعني خيالي، يعني احنا مش هنمسك نايف ونقطع عمر. احنا بنقولها خيالية عشان الاناتومي. اتيز ايماجينري، لازم كلمة ايماجينري دي تستعملها. ايماجينري يعني خيالي. خيال يعني فانتازيا، تخيل. It is an imaginary vertical رأسي plane. It is an imaginary vertical plane divides بالإرث كمان the body، يقسم الجسم into الكلمة دي بص equal متساوي equal رايت متساوي equal right and left halves equal right and left halves halves يعني جنب نص half لوحدها المفرد ايه ال اف كده دي نص لو شلت ال اف كده وحطيتها بي اي اس يبقى جنب right and left halves نصين خلاص يبقى انت الفت يعني في بي خلاص نيجي طيب فيرتيكال ولا عرضي؟ فيرتيكال خلاص لو جيت انا خدت ستراكشر اكس ستراكشر واي مين اللي اقرب لنمبر 1؟ الاكس والمين اللي ابعد؟ الواي وهنكتب بقى نمبر 2 تحت كده كلمه ميديال ام اي دي اي اي ال يبقى مين اللي اقرب للميديا من هيك اللي هو اكس
الأبعد من الميديان بلين اللي هو الواحد يبقى بنسمي الإكس إيه ميديان. نيجي نمبر 3، اكتب نمبر 3 لاترال ال اي تي اي ار اي ال بيسموه وحشي، مش عارفه ليه في العرب بيسموه وحشي، حاجه يعني خلف يعني بعيد، انا بالعرب كده فما ابعد فاهمين ازاي؟ هنقول it is a structure far from، far from يعني بعيدا عن، far from the median plane، أبعد من median plane، far from the median plane، وتكتب بين قوسين y، then the other one، then the other one، وتكتب بين قوسين x. يبقى هنا خليت العلاقة بين الاثنين ستراكشر وطرت بعض باسم على كل حاجه. يعني لو عندي الاورطه جوه بطني وجنب الانفيرو فيلانكات وهما الاثنين في النص، يبقى واحد منهم قريب للشمال وواحد منهم قريب لليمين. لو بصيت على الانفيرو فيلانكات الاول يبقى وحطيته يبقى الاورطه ليفت لو او لاترال لو. لو بصيت على الاورطه الاول يبقى الانفيرور فيرنيكافا وهكذا. العلاقه بين تو ستراكشر بالنسبه للميديان خلاص؟ وصلت المعلومه دي؟ طيب هنيجي بقى بعد كده هيت. هنا الهيد اهي دي الراس، في عندي كلمه كرانيال اكتب جنب الرسمه كده كرانيال سي ار اي N I A N C R A N I A N تحت منها اكتب upper تحت منها اكتب superior تحت منها اكتب supra دي معناها ايه؟ كلها استراكشر في اتجاه لفوق، اتجاه مش ضروري الراس، اتجاه لفوق، لا واحنا في جسمنا في ما فيش الا الراس، يبقى دايما اما اقول لفوق يعني متجه ناحيه اليد، مفهوم ازاي؟ فهنكتب دي هنديهم نمبر 4 تكتب نمبر 4 استراكشر A structure is closer to a structure is closer to the head right in the rough. A structure is closer to the head is either cranial comma fossa yani or upper فصلة superior or اخر كلمة or سوبرا يعني اقول لك حاجة في الابر لين لو بصيت على سكابلر جسمك من ورا في سباين كده شغل في سوبرا سباينيتس لازم يبقى في انفرا سباينيتس هنقول دلوقتي يبقى السوبرا سباينيتس هي الاقرب للهيد يبقى الانفرا هي الاقرب للكودر فهمت ازاي؟ نفس الفكره يعني عندي السكابيلا عامله كده شوفوا عندكم السكابيلا خدتوها كده ادي السكابيلا دي السكابيلا عامله كده صح؟ وفيها هنا سباين دي في عضله في الحته كتف يبقى دي اقرب لفوق طب لو في عضله هنا يبقى ابعد منها هسميها ايه؟ هنقول دلوقتي هتبقى لناحيه تحت فدي نمره اربعه نكتب هنا بقى ناحيه هنا اهو مش ناحية الأدم اللي هو ناحية المقعدة بتاعت الإنسان هنكتب كودن سي اي يو دي اي ان كودن بديل ذيل كودن كويمة ديل الحصان ديل كودن لور تفضل انفيريور
بطقس اللي هي المقعدة بتاعتنا اللي هي مش بيسموها بطقس المقعدة. A structure closer to the buttocks. المقعدة بتاعت الانسان is either كودل وتكتب يعني زي اقصى كلمة كودل ما نعملهاش دالع بس هو زي يعني تحت يعني lower comma يعني lower comma inferior or اخر حاجة infra خلاص؟ يبقى انا لو رحت الرسمة دي على الاسكابولا تبقى العضلة دي سوبرا والعضلة دي انفرا فهمتوا ازاي؟ هيجي بقى طالب يعني في طالب يحب يقرا يقول لي ما في ما كله تحت اولا امر اللغه الكلمه انجليزي واضح انما الكلام اللاتيني ادق شويه يعني ايه الفرق بين سوبرا وانفرا؟ مع انها وانفيريور او سوبيريور وسوبرا ايه الفرق يعني؟ اقول لكم الفرق ايه؟ لو انا عندي هنا الورقه دي على الترابيزه كده وفي زيها واحده تحت لازقه في الترابيزه مش دي الاسكابولا مش دي عظمه واحده ما هي نفس القصه اهي تبقى دي سوبرا واللي تحت منها انفرا لكن سوبيريور في مسافه انفيريور في مسافه مفهوم ازاي؟ يعني مثلا بيقول لك ايه؟ سوبيريور ثايرويد ارتري شوف الغده الدرقيه هنا انفيريور ثايرويد ارتري تحت مش في حاجه لازقه واحد فوق الثاني لكن لما يبقى في عندي خشبه فوقها حاجه وتحتها حاجه قول دي سوبرا ودي انفرا نفس القصه هنا عظمه واحده يبقى العضلتين عليها ما سبتش اسكابلا ورحت لليومرس وسميت دي سوبرا سبايناتوس والثانيه انفرا يومرال مثلا لا العلاقه هنا على نفس الشيء فدي حاجه دقيقه شويه انما نفس المعنى انفير او كود او سوبيل او سوري او كود او انفرا كلهم بيدوا نفس المعنى اللي فوق اللي هو سوبيل او سوبرا او كرينيال فهمتوا ازاي؟ طيب انا دلوقتي عرفت الكلمات كتير في الترمينولوجي فبصيت كده يبقى عرفت يعني ايه ميديان ليه؟ يعني ايه ميديان ليه؟ يعني ايه لاترال ستراكشر ان ريليشن تو ايتش اذر وكل الكلام عن ستراكشر ريليشن تو ايتش اذر يعني لو ده اكس وده واحد نفس القصه يبقى ده قريب من النص يبقى ده صور وده قريب من البتاع يبقى امتى وهكذا بهذه الطريقه كل العلاقات في الاخر فهمتوا الكلام؟ طيب بعد ما عرفنا كده عايزين نعرف شويه كلام احنا قلنا الانتوم كمبوزيشن بيقول لك تحط وشك قدامه دي حاجات بيزك بنبقى عارفينها طيب لو واحد جاله مثلا في البرين دامج انت دايما تشوف شغل نسبي طب ده برين دامج اشمعنى اقول له في حاجه في التيرمز خلاص كل عرفناها بقى خلاص في حاجه في التيرمز اللي هي رقم ستة حاجه اسمها لاتراليتي في لاتراليتي في جسم الانسان ما تكتبش اللاتراليتي دي معناها ان انا عندي البريك بتاعي فصين حاجه اسمها رايت هيمسفير وليفت هيمسفير معظم البشر بيبقى الليفت هيمسفير هو الدوميننت يعني هو اللي بيمشي الانسان والرايت هيمسفير زي الريزرفوار ضعيف ومعظم البشر لما بيجي الاتاك في الهيمسفير اللي هو الليفت لو جاله الميبليجا لو شال النصفي بيبقى على كونترا لاترال سايد يعني ايه؟ على الاوبزيت سايد يعني لو الهمس في الشمال تلاقي كل اليمين بتاعه هو اللي ماشي ليه؟ لان هو اللي هو الدوميننت وهو اللي بيدي اليمين والشمال مفهوم ازاي؟ فلما بيحصل دامج الشمال بياخد اللي هو عايزه ويفضل اليمين اللي هو ما بياخدش فبيحصل نقص للبلاد سبلاي فنقص الاسكيميا تاثر على مين او نقص البلاد سبلاي على الناحيه اليمين ده بنسميه كونترالاترال دامج فمعظم الحالات اللي تلاقي فيها شلل نصفي اعرف ان الدامج في الاوبزيت هيمسفير. هل معنى كلامي ان ممكن ناس الرايت هيمسفير يبقى دوميننت؟ اه بس النسبة اقل اللي احنا بنشوفه دايما الهيمبليجيا في الرايت سايد. يعني بنسبه يوجوالي بات نوت اولويز. خلاص؟ طيب لو الدامج جه في الهيمسفير اللي هو مش قوي
اللي هو مش الاثار، هتبص تلاقي لو جال ده اولا مش هيعمل الهيمبليجي، هيعمل حاجه اسمها هيمباليزيس، يعني يبقى ينمل مش عارفه ايه وسنسوري وحاجات، لكن ما يجيلوش الهيمبليجيا اللي بنشوفها او الشلل النصفي الشديد اللي بنشوفه ده. فالدوميننس دي خلتني افكر في كلمتين، لو الدمج على الاوبزيت سايد بتاع الشو اللي انا شايفه او العلامه اللي انا شايفاها يبقى ده اسمه كونترا لاترال بعكس الانجن، ولو شفته من ذا سيم سايد يبقى انتي لاترال. وفي حاجات بتبقى انتي لاترال انا مش هدخل معاكم فيها، تاخدوه بالتفصيل في النيور وهتعرفوا الكلام. فهنكتب الكلمتين كونترا لاترال وانت دمج يعني الضرر، دمج الضرر وانت دمج طبعا اي ديزيز تروما من نجدع، وانت دمج is in the opposite side، وانت دمج is in the opposite side of the attack بعكس الاتاك، وانت دمج is in the opposite، opposite يعني عكس، opposite side of the attack، attack اللي هو اللي حصل، الاتاك ممكن ترومبس، ممكن جلطة، ممكن تروما، ممكن نزيف، on the opposite side of the attack، يبقى لما الدمج، خليكم الكلام، لا، تفضل، لا، تفضل، خلاص، تفضل، when the damage is in the opposite side of the attack، لما الدمج يكون بعكس الاتاك. دي الاتاك ايه بقى؟ انت هتاخد هتدرس الطب وتعرف ايه الاتاك. خلاص؟ هتيجي بقى نبقى سبعه تكتب ابزي لاترال. ابزي لاترال. دي اي على فكره بس اي كابتن. When the damage is when the damage is in the same side of the attack. لما الدمج يجي في نفس الحته اللي بيحصل فيها الاتاك. يعني مثلا الامراض بتاعت المخيف السيربيلوم دايما تبقى السيربيلوم غير المخ. المخيف ده بيظبط المشيه والتوازن بتاع الانسان وكده. فدايما الاتاك بتبقى انت سيب صح. انما المخ السيربيلوم بتبقى انت وكل حاجه في الطب نوت اولز المفروض زي لان في واحد عنده طول يسفير دوم تعمل ايه بقى؟ المفروض زي ونفس القصه هتاخدوها في الهارت كل الحاجات. فاحنا عرفنا يعني ايه المقصود بالابزي لاترال والكونترال. خلاص يا شباب؟ طيب وانا جاي هناقشكم بقى قولوا لي اللي عنده اي حاجه اسئله يجيب لي يفتح النت يشوف معايا في موضوع افتح موضوع اتكلموا معايا عشان تعرف تتعلم. يعني الاتوميكال في حاجات بتتقال يعني مش مجرد ان انا اصوم الكلمتين. خلاص؟ طيب نيجي بقى يبقى عرفنا دلوقتي الاناتوميكال ترمز المهمه. نبتدي ندخل بقى في السبجكت شويه. انت عايز تاخد ايه من الجنرال اناتومي كطبيب؟ احنا مش صيدله احنا طب. عايز اتعلم طبعا كله الاول ده اللي عايزه. لا انا عايز اخد الجنرال. ايه اللي عايز اعرفه دلوقتي عشان تبتدي؟ حد يقول لي قولوا يا جماعه اول كتاب صح ايه اللي نفسك تاخده؟ انا مش هقول الا اللي انتوا عايزينه مش هشرح. ايوه نعرف التكنولوجيا ازاي نسمي الاماكن المعينه او الحاجه المعينه اللي لها خلال الميديا نسمي. لا طب عرفت شويه عن كده ازاي؟ طب دي نقطة، نقطة تانية. الكافيتيز بتاعت البادي. يعني ايه كافيتيز؟ طيب في حاجة تانية؟ في طب شوف الأقرب ليك اللي تعرفه في الأقرب. سيستم. يعني ايه سيستم؟ دي كلمة كبيرة، كلمة سياسية ما بحبهاش. ولا سيستم ايه بقى؟ ديجستيف ريسبيراتوري. ايه؟ ديجستيف ريسبيراتوري. طب يعني ما ينفعش البوق؟ هو ربنا يعني حتى قال العظم ربنا وحتى في الانجيل اكيد ان
كل حاجه فيه مفهوم زي الهضم. الهضم اعرف هيك الهضم صح ولا ايه؟ ولا هذا ايه هو كله متخوف بالناس. يعني يقول لك لو طب تلاقي نفسك شايل عظمه الناس ما تجيش ناحيتك يعني تبقى حاجه صح ولا لا؟ طيب ده حاجه يبقى السيستم بس اقسمها قول بونس وصل مش كده ده جنرال. لا ده اللي مش هيعني نعرف الأفر واللور والحاجات دي صح ولا لا؟ بس هيعنيني في حاجة واحدة فهمني ازاي ادخل عليه ازاي اقول دي عضلة وليه ازاي اقول ده بون ازاي مفهوم ازاي؟ ما هو انا مش مجرد ان انا اقول الهيكل ده أفر للور ولا أسوأ. طب ايه ده؟ نفسه اصلا الاصل الشيء نفسه فجنرال بيديك الاصل بتاع الشيء السبيشال بيخصصك تعرف كل حاجة فيه خلاص؟ وهتاخد ده في الطب على جميع المراحل ميديسن جنرال ميديسن بعدين سبيشال سيرجري جنرال سيرجري بعدين سبيشال لازم لازم تتعرف على شيء ككل. طب حد يقول لي نبتدي بالبون البون قولي لي ما هو الفرق بين كلمة بون وسكيلتون؟ يلا ايوه اه يبقى ايه الفرق؟ السكيلتون بيتكون من البون يبقى ايه الفرق؟ ها؟ مفيش بند يلا الفرق البون جزء من السكيلتون بس السكيلتون ما هي قالت البون السكيلتون معمول من البون الفرق يعني انا مش هنغلص على بعض انا مش هنغلص صح؟ يبقى ليه؟ ها؟ الفرق قول هتقول صح؟ الفرق يعني ايه؟ يعني ايه كده قوليها بالكلمة العربية؟ باترون باترون لحاجة باترون مش كده ولا لا؟ مش في سكيلتون للغرس ولا لا؟ مش في سكيلتون للدب؟ مش في سكيلتون لأي شيء في الدب؟ لازم عظم يا جماعة سكيلتون ممكن بالهارت له سكيلتون القلب له سكيلتون فايبرس تيشو لكن له سكيلتون يبقى السكيلتون باترون ربنا سبحانه وتعالى بيحطه وعلى كل شيء على حسب الجينات بتاعه. فاحنا عندنا الباترون بتاعنا اللي هو السكيلتون بتاعنا اللي هو معمول من بول بس له شكل معين. اول ما تشوفه تقول ده هيومن. لو شفت بتاع الغرزه تقول ده الديناصور اللي في المتحف تقول ده معقول ده بني ادم؟ يعني واحد هيدخل كده يفهم يقول لك لا ده اصله كان انسان انسان. صح ولا لا يا شباب؟ يبقى خلاص. يبقى احنا السكيلتون عباره عن بدن وبون مترتبه مع بعض. اما البون فهي تشبه نسيج بتاخده في الهيستولوجي بتاخده في الاناتومي والبيولوجي دي ايه اللي انت عايزه في البون؟ ما انا قلت اتفقنا مش هشرح على ما تطلبه. ايه اللي انت عايزه؟ اسامي. نعم؟ الاسامي. تقسيمه؟ الاسامي بتاعته. اسماء. طب اخد الاسماء ازاي؟ صح. اعملها ازاي؟ اعمل الاسماء كلام صح اعرف اسماء العظم ازاي يعني اعمل تقسيمه ما ينفعش اقول الاسماء يعني ما اقدرش كده ببص على الجمجمه اقول دي زنجومه بعدين اقول دي فلنج كده لازم يكون في تقسيمه اتكلم على اساسها مش كده على حاجات ولا اقول كده يبقى في تقسيمه دي حاجه يبقى اقسم العظم على اشياء مختلفه شكله ممكن نسيج العظم نفسه تحت الميكروسكوب مش ممكن الاصل بتاعه في الديفلوبمنت طلع منين في ثلاث انواع من التقسيم للعظم اصله شكله وش الهيستولوجي بتاعه الاستراكشر بتاعه طب انا يعني مسكينه بتاعت اناتوم هاخد المورفولوجي انا اديكوا كل ثلاث بس يعني هبتدي بالمورفولوجي، المورفولوجي كلمة لاتين، بالإنجليزي يعني شيء، شكل الحاجة. إيه أشكال العظم عندنا؟ يلا دكتورة ورقة ونقدر، أيوه. لا الورقة، أيوه، آه. إيه اللي أنت عارفاه أشكال العظم؟ طويل وقصير. طويل وقصير؟ ممكن الإنجليزي ولا صعب؟ مش مهم يا جماعة، الواحد يقول بالعربي بالإنجليزي، أي ريسبكت أوف، أنا بحترم لغته. أيوه. لونج وشورت بقول انجليزي عشان اللغه اللي احنا بندرس فيها لونج وشورت
وفلات. طيب هناخد دول اللون بفين يا جماعة كل الأنماط الطويلة الأنماط الطويلة كلها. طب وصابع أولي صابع دي لا سؤال شور شور دي شور دي لون الله. يبقى أنا قلت في الأول التقسيم على حسب الشيء. هل أنت اليورس بتاعتك وأنت مولود كالطول دي؟ طيب ما كالطول كده هغير هقول إنها شورت الأول وبعدين بقت لونج؟ لا. يبقى اللونج بون لها شكل معين عبارة عن ساق ولو تو إنس. أي شكل إن شاء الله تكون نقطة له ساق وتو إنس يبقى لونج بون. اليورس لونج بون عقلة صابع لونج. فهمتوا الكلام؟ طيب هي قالت شورت. الشورت طب تعرفي فين؟ هنا الاسوله دي بتاعتي ابن هنا وفي عضمات صغيره مالك عضمات صغننه كده اسمها كربس الاسوله تمن عضمات ورجلك مش فيها عضمات كده بتاعت رجلك دي كلها شورت. طب يعني شورت يعني قصيره؟ لا عضمات شكلها غير منتظم اللي هي بنسميها في العربي ايه يا جماعه؟ اللي منكم اولا عارف بيمشي على البحر طبعا بيلاقي حصى في حصوة شكلها كبير كده وحصوة صغيرة وحصوة منتظمة حاجة مجموعة من العظام ليس لها قاعدة بنسميها مش الرجل هي دي شكلها كده ربنا اسمها حصى ربنا خلقه كده مفهوم ازاي؟ الإيريجولار دي لها باترن بس هي شكلها مش منتظم إنما دول ما لهمش باترن يعني بص تلاقي العظمة حتة طالعة من الجنب ملهاش باترن عشان تقول كده في الرجل انما لما اجي على الخراط الاقيها لها باتر ليها باترون بس الرجل طالع سبايرو وترانسفيرس بروسس وبودي فمش منتظمه يعني مش منتظمه يعني ايه مش زي الطابلو ده طالع منها نطقات وحاجات دي اسمها مش منتظمه كلمه الرجل هنا مش اي حاجه اقول عليها الرجل الثانيه مش فكره الرجل فكره ان هي اشكالها بتيجي باي لاك كده واحدة لها حاجة مش أشكال من أشكال الحصى اللي أنا بشوفه في الأرض الحصى ما أقدرش أقول عليه الرجل إنما مختلف في الأشكال وحتى الألوان مفهوم الكلام؟ فالعضمات اللي هنا وقعد الرجل والحتة دي هي اللي هي شورت بونز في شورت بونز الثاني فيه مش هقوله مش عايز أعرف. طب أمال فين العضمات الفلات؟ راسي بيقولوا على السكابيولا فلات كبيرة. هي تسقط فلات. هي مينلي فلات. لأن فيها سبايرو. مش فيها عظمة بارزة منها. فلات ايه دي؟ انما دي فلات. طب الكاب بتاع راسي. خلاص ده فلات بمعنى ربنا. خلاص يا شباب. طيب. ده الفلات. طب ايه والرجل انا قلت لكم الفقرات. الفقرات دي ايه الرجل. طب ايه رأيك في عظم الوش؟ ما هتشوفوا كده على الصورة الحقيقة ايه الرجل. عظمة النوز. غير عضلة الخد غير المجزلة وهو ده بطن ان هو الوش بتاعها ربنا عامله بطرون يعني مش تلاقي واحد انسان عنده حتة من بتوع الحصان في وشه وش الانسان كله زي بعض ربنا سبحانه خلق فيه جمال في الوجه من الناس الاخرين دي حاجة تانية ان الوجه نفسه تركيبته بطرون للبشر كلهم زي بعض هذا البطرون مش منتظم هتلاقي عظمة شكلها كده وعظمة شكلها كده وعظمة لها سبايلز طالعين منها فده الرجل الفيس انما السكالب فلات فهمتوا ازاي؟ يبقى العظمات الاساسيه في جسمنا كم نوع؟ اربعه لونج شورت فلات رجل الله هيجي بقى طالب شاطر ويقول لي الله طب ما انا في عظمه عندي في ركبتي لما بحس في وسط العضله دي بقى مش طيب ده مش نوع في الكتب الغلبانه بتاعتنا اللي احنا بنديها لكم دي انا مش معترفه بيها رغم ان يعني بنديها لكم بتدرسوا بيها علميا صح. الكتب دي كانت دي السيساموريد بون. سيساموريد بون يعني اللي هي المحاره اللي في البحر. خيال طبعا واسع ان العظمه اللي موجوده في وسط اي عضله بنسميها سيساموريد. في عندك عظمه هنا في العضلات بتاعت الصابع عندك عظمه في عضلات الصابع الكبير تحت في رجلك عندك بقى اللي واضحه في ركبتك دي كلها اسمها محارات وهي مش محاره يعني مش هتلاقي توقعات طالعه منها دي حته عظمه
مفهوم ذكي بس موجودة في وسط العقل دي حاجة. في انواع تانية اللي هو جنب الضيوب اللمفية مش المرض، الضيوب التجويف اللي جوه جمجمة في عظم الوجه مش زي الريجولار. جوه من الريجولار في حاجة اسمها نيزل سايلنسز او ضيوب انفية. ليه فايدتها؟ مش هتشوفها انا بتكلم صوتي او لو عمر يتكلم صوته مختلف، لو سامة اتكلمت صوتها مختلف، كل واحد صوته على حسب التجاويف اللي جوه الجمجمة بتاعته. التجاويف دي بتدي ريزونانس رنة للصوت في الوقت نفسه، بتخفف وزن الوش، تخلي وشك ده حتى تعمر. كل ما تضحك تقعد نص ساعة عشان تضحك، كل ما تكشر ربع ساعة عشان تكشر، هيبقى وشك عبارة عن عارف الوشوش المسكرة تبقى مسكرة. فربنا سبحانه وتعالى بيعمل لنا التشات كده تبقى خفاف، يخفف وزن الجمجمة، يبقى فيه الصوت بتاعنا بيبان، كل الحاجات ده اسمه سايلنسز أو ديوب. هل ده نوع من شنو؟ إنما إحنا بنحطه لكم كنوع على أساس إنك ما تنساش إن مش لغتنا الإنجليزي. يعني النيزل سايلنسز دي طيب من الإير بونز اسمها النيوماتيك بونز. نيومو يعني إيه؟ ونيومو يعني رئة. تفتكر نيومونيا يعني التهاب رئة؟ مش نيوماتيك بون يعني عظم فيه هواء، وفعلا العظمات دي فيها هواء زي الضغط الجوي بتاعها جواها هواء. لو الهواء ده اتقفل عليه يجي له صداع بعد عنه فظيع زي في الانفلونزا. ده معناها ايه لما اقول لك فيها هواء زي الهواء؟ انها فاتحين، فاتحين في النوز على الهواء بتاعها، فلما مناخيرك بتلتهب بيتقفلوا الفتحات دي بتقفل، فيجي لك ايه؟ حاجه اسمها ساينوسايتس. ايتس هنا يعني التهاب في الجيوب الانفيه، مش انت ما عندكش جيوب انت عندك بس بيجي فيها التهاب. طبعا الناس العاديه يقول لك عندي جيوب مرض، انما تظبط تزيد ده طبيعي. فهمتوا ازاي؟ طيب كده نقدر نكتب؟ لا كفايه عماره كانت نكتب شويه. فهمتوا؟ هعيد اللي انا قلته بس قبل ما يبقى ايه التايب تو بونز؟ يلا اللونج بون شكلها ايه؟ بيبقى ليها شورت وانت الشورت موجوده فين؟ انت انت اللي بتبص فين الشورت؟ في ايدك ايوه، وفين؟ والقدم اللي هما العضلات اللي هي طيب الفلات بون فين؟ شاور عليها بس ايوه. طب الريجولر حط ايدك فين؟ طب والفقرات ايه رايك؟ طب السيسامويد موجودة في وسط ايه؟ العظم صح؟ انت هنا مش محتاج لو جالك من ست يوم كده هم صح دلوقتي عشان تفهمها مفهوم ازاي؟ طيب السينسز موجودة فين؟ في النوح في العظمات بتاعة الريجولار بتاع الفيس جواها. طيب حط ايدك ورا ودنك كده، مش في رنة الصوت هنا بتسمعها؟ في جيب ورا الودن، في جيب برضه ده بيساعد في رنة الصوت. لما هنكبر ان شاء الله في رابعه طب هتاخد ان في ناس عندها التهاب في الاذن الوسطى. الجير ده بيفتح الاذن الوسطى بيتملي ساعات صديد ويعمل ماسور اللي في الجير ده. يجي لك طفل بورق قد كده وخراج وصديد بينزل. ده معناه ان اتثابت الاذن الوسطى تفرز ميكروب لما بوظت له ولد له جير فاحنا بندرس عشان كده. عشان لما اشتغل ايه ان دي لي حاله زي كده تعالى. مفهوم الكلام؟ انا بقى عايزاكم تقروا المره الجايه تقروا لي ايه الحاجه الديزيز اللي ممكن اشوفها في النيزل سايلنسز وفي الايد. ديزيز ايه اللي تحصل لي في الجيوب بتاعت الوجه وبتاعت المره. خلاص؟ اي سؤال يا شباب؟ يجيبوا على اي تعامل يعمل مجهود، ما انا هشوفه بس على الداتا انا اعرضه، يعني اللي يعمل حاجه هعرضها انا اديله خمس دقائق ولا اوكي؟ وانا هشقلب لوبوت الملايه ومش عارف حبه حبه النزل اللي هي الجيوب اللي موجوده في الوجه. ايه الحاجات اللي ممكن تصيب الجيوب اللي موجوده؟ هو نيزل ساينسز وايه؟ نعم نيزل ساينسز وريكولار سايد
تغير الطب ولا شو كان الجبل؟